حكاية قلم. كان لخالد قلم رصاص لا يفارقه، يكتب ويرسم به، غير أن قلم الرصاص لم يكن سعيدا لأنه تعب من كثرة الكتابة وأراد أن يستريح. سأبحث عن مكان أختبئ فيه، أريد أن أستريح قليلا. اغتنم قلم الرصاص غياب صديقه خالد، فدخل مقلمة كانت فوق المكتب وقال: أنا الآن في أمان، لا أحد سيعرف مكاني. عاد خالد إلى مكتبه فبحث عن صديقه قلم الرصاص فلم يجده. انتبه إلى المقلمة التي بقيت مفتوحة فرأى بداخلها قلم رصاص. أهلا بك يا صديقي، كان لي قلم يشبهك، لا أعرف أين ضاع مني، ولكن الحمد لله أنت ستقوم مقامه وتساعدني على رسم طائرتي. غضب القلم غضبا شديدا وغادر المقلمة وهو يردد: يا له من حظ، لقد ظن خالد بأنني أشبه قلمه الذي ضاع منه. أنا هو ذلك القلم، أنا هو ذلك القلم. أمسك خالد القلم وأخذ يرسم ويرسم حتى نفدت جميع الأوراق، فخرج ليأتي بأوراق أخرى. قال قلم الرصاص: هذه فرصة أخرى ليبحث عن مكان آخر أستريح فيه. وحين هم بالدخول وسط أحد الكتب صاحت به إحدى الورقات: إلى أين أنت ذاهب يا صديقي؟ ابق معنا سنساعد صديقنا ليرسم طائرته. لقد تعبت، يجب ألا نترك عملنا، سنرتاح حين ينتهي العمل. خجل القلم ومال برأسه إلى صدره وقال: صدقت أيتها الورقة، نحن هنا للعمل. حين ذاك دخل خالد وفي يده حزمة من الورق، حمل قلمه وواصل الرسم وهو يردد: يا لك من قلم وفي، كنت أعرف بأنك لن تتخلى عني.